بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نروح نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. ومن هذه الأخبار إنه طلاب سنة أولى وتانية ثانوي هيبدأوا التدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية. وأيضا جامعة القاهرة هتستضيف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في ندوة بخصوص الاحتفال بليلة القدر. وفي كمان ماتشات مهمة النهاردة في الدوري المصري وأيضا في دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، جامعة القاهرة هتستضيف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في ندوة عن القرآن المجيد من التنزيل إلى الحضارة، وده في إطار الاحتفال بليلة القدر. كمان النهاردة طلاب سنة أولى وتانية ثانوي هيبدأوا التدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، والتدريب هيكون على مواد الأحياء والجغرافيا. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة. هيلتقي فريق الإسماعيلي مع إمبي والبنك الأهلي مع إسترن كامبني الساعة 9:30. وكمان النهاردة هترجع ليالي الأبطال في البطولة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية. هيلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في إطار لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الساعة 9 بالليل.